ظهر خلال الكام ساعة اللي فاتوا نجم النادي الأهلي طاهر محمد طاهر في مقطع فيديو انتشر في مختلف مواقع السوشيال ميديا، وهو بيرد على طلب واحد من جمهور النادي الأهلي انه يتصور معاه، وبيقول له لا ما بتصورش مع حد، انا بتوتر من الزحمة. ايه هي الحكاية دي بالظبط؟ خلينا نشوف. بداية الموضوع كانت مع احتفال المارد الأحمر بالإنجازات اللي اتحققت في كل الألعاب الرياضية في الموسم اللي فات، من خلال حفلة كبيرة جدا نظمتها إدارة النادي في ملعب مختار تيتش في فرع النادي بالجزيرة، وكان حضور الحفلة عبارة عن لعيبة النادي الأهلي وعدد من الجماهير والصحفيين بجانب بعض رموز النادي الأهلي القدامى. كان من ضمن الحضور جناح النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، اللي قبل بداية الحفلة قرر إنه يغير المكان اللي كان قاعد فيه. وقتها جري عليه واحد من مشجعي النادي الأهلي وطلب منه يتصور معاه عشان أولاده بيحبوه جدا، لكن الرد كان مفاجأة، لا أنا مش هتصور مع حد، أنا بتوتر من الزحمة، من فضلك خليني أمشي. طبعا الرد ده كان صعب وصادم على المشجع الأهلاوي اللي رد عليه وقال له آسف يا كابتن طاهر، وخد بعضه وساب الحفلة ومشي. الحقيقة إن من ضمن الحاجات اللي أثارت غضب جمهور النادي الأهلي من الواقعة دي هو علامات الاستفهام الكبيرة اللي دايما محطوطة حوالين أداء طاهر مع المارد الأحمر في المواسم اللي فاتت، وده اللي خلى العلاقة مش في أحسن حال ما بين الجماهير وطاهر محمد طاهر، اللي مفيش سوء انتقالات صيفية أو شتوية بيعدي إلا واسمه بيكون موجود على رأس قائمة المرغوب في رحيلهم عن النادي، من جانب جمهور المارد الأحمر اللي كانوا حاطين عليه أمل كبير جدا إنه يقدر يعوض رحيل نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي رمضان صبحي، لكن ده ما حصلش لحد دلوقتي.